Ajabu, angalieni vitu vya namna ile. Yule bwana ameweka ahadi, iwapo atapewa kiwanja na serikali ya Tanzania, atajenga chuo kikuu. Tena sio kimoja, hivi viwili. Mmeelewa ndugu zangu? Kwa hiyo ilivyo sasa, vitajengwa vyuo vikuu vingapi? Viwili. Dar es Salaam na Tanga. Sallallahu ala nabi. Ni jambo kubwa sana hilo. Sio jambo la mchezo mchezo. Waziri mwenyewe ndo kasema hivi. Akisema yeye kishamaliza, ina maana hilo swala tayari. Sio mambo hayo tu. Amewapa sponsor wale vijana walioshiriki mashindano, sijui washindi wa kwanza, wa pili na wangapi. Watakwenda umra kwa gharama zake, na yeye mwenyewe ndiye atakayewapokea umra. Hilo jambo dogo, lakini lina chanzo. Kila kitu kina chanzo chake. Chanzo chake ni mufti. Kama yule angekuwa na moyo mbaya, asingeweza kufanya jambo la namna hiyo. Tena na ile taasisi yenyewe Al-Hikma, taasisi ya Kiislamu, lakini sio BAKWATA. Je, angekuwa ni mtu selfish, ni mtu binafsi, angeweza kufanya vitu vya namna hiyo? Kwa hiyo kila kitu ndugu zangu kina mipaka yake. Ni lazima kinapotokea kitu chema, lazima tukiunge mkono. Inshallah na kituo chetu tunamuunga mkono mufti kwa mambo anayofanya, na inshallah Mwenyezi Mungu ampe afya njema, amzidishie, ampe umri mrefu yeye na familia yake, atutumikie sisi Waislamu na umma wa Tanzania. Hizo universities zikishajengwa, sio Waislamu tu watakaofaidika, watu wote. Umeona faida ya kiongozi bora hii? Sio bora kiongozi. Kiongozi bora ndio maslahi anajali ya jamii. Inshallah Mwenyezi Mungu amjalie kila mtu. Kwa hiyo katika nia zetu, yeye pia tusimkose. Ni mtu wetu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. اللهم أكرمنا بالفهم واحفظنا قضاء الحوائج في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. اللهم أكرمنا بالفهم واحفظنا قضاء الحوائج في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. من المكرمين وأنزل على قوم بعد من جن من السماء ما كنا مجنين. إن كانت لا صوت واحدا فإذا هم خامدون. يا سنة على العباد ما يأتي من رسول كان بيتنظون. ألم يروا كما لقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم يرجعون. وإن كل لما جامع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض الميتة وحين أخرجنا من عذبنا قرون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكل من ثمره وما ملأت الأرض يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم ظلمون. والشمس تجري مستقلة ذلك تقدير العزيز العليم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع السابغ من أغنينا جميع خلقك إنك على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم. اللهم إنا نسألك من فضلك العميم الواسع السابغ من أغنينا جميع خلقك إنك على كل شيء قدير. ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قد نام منازل حتى على وجه قديم. لا الشمس ينبغي أن تلقى القمر ولا نسبق النهار وكل فلك يسبحون. وآيات لهم أن حملنا ذريتهم فيكم يشكون. وخلقنا لهم من مثل ما يركبون إن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متى إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آيات ربهم إلا كان على موردين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمنا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلى صوت واحدة تأخذهم وهم يعصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى هم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينشرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من قدينا هذا مدى الرحمن صدق المرسلون. إن كانت إلا صوت واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في الصور فاكهون.
هم وأزواج في الظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا.